مديرية محافظة المهرة الساحلية جنوب شرقي اليمن والحدودية مع سلطنة عمان تشهد توترا مستمرا بسبب استحداث القوات السعودية نقاطا عسكرية على شريط المحافظة الساحلي، والتي بلغ عددها بحسب مصادر محلية نحو 16 نقطة موزعة على 3 مديريات هي المسيلة وسيحوت وحصوين. نجح أبناء هذه المديريات في وقف العمل ببعض النقاط بعد التجاهل المتكرر لشكواهم من قبل السلطات المحلية المقربة من السعودية. ومتخوفين واتجهوا للسلطة والسلطة خوفوهم، قالوا نحن بنوقف وبنمنع، قالوا هذا تحالف فانتم ما تقدروا عليه، وناس مع ما بيدهم حيلة يعني ايش يسووا. رفض أهالي هذه المديريات يرجع إلى تخوفهم من أن تقوم القوات السعودية بمحاصرتهم وتقييد حركتهم، كما حدث في مديرية سيحوت بمنطقة دفات حيث يمنع الأهالي من الرعي ويمنع الصيادون بحجة أنها منطقة عسكرية، ما شكل معاناة كبيرة خصوصا وأن الغالبية تعتمد على تربية الجمال وصيد الأسماك. ليس هذا فحسب، بل إن بعض النقاط تقام على أملاك خاصة، وهو ما استفز السكان ودفعهم لكف يد المقاول عن مباشرة العمل. يبدو أن السعودية وجدت سبيلا عبر إقامة هذه النقاط لمد نفوذها والتوسع أكثر في المهرة، خصوصا بعد الحراك الذي قام به أبناؤها بتنظيمهم اعتصاما مفتوحا احتجاجا على وجود القوات السعودية والإماراتية في المهرة والسيطرة على مواقع سيادية ومنافذ برية وبحرية. علق الاعتصام بعد توقيع السلطة المحلية وقيادة القوات السعودية وثيقة تقضي باستبدال القوة الموجودة في منفذ صرفيت بقوة من الأمن العام وعدم السماح لأي قوة لا تخضع للسلطة المحلية بالتدخل في الشؤون المحلية للمحافظة. بينما كنا ننتظر تنفيذ تلك الاتفاقات ازدادت النقاط والتكنات العسكرية على امتداد الشواطئ. لم يمضي وقت طويل حتى نقض الاتفاق من الجانب السعودي باستحداث نقاط عسكرية خارج الغيضة عاصمة المحافظة. بعدها أصدر الرئيس اليمني قرارات من بينها إقالة شخصيات في السلطة المحلية وشخصيات أخرى أمنية ساهمت في دعم المعتصمين. ووفق السياسيين فإن التصرفات السعودية تهدف لضمان بقائها الدائم واستكمال طموحاتها، وذلك بإنشاء ميناء ومد أنبوب للنفط من أراضيها إلى بحر العرب عبر المهرة مستغلة ظروف الحرب التي تشهدها اليمن.